واحد الوقيته راه الناس ما تاقوش قالوا شراه هضره خاويه راه غير سياسه. لا هنا صاحب الجلاله باش مشى زار هذه الدول وحط على ارض الواقع الاستراتيجيات مع هذه الدول كلهم مشى. حنا ما كنكذبوا شيء، حنا بلادنا هذه، حنا افريقيا ديالتنا وعندنا قلبنا وباغيين نديروا هذا الشيء وعندنا الامكانيات اللي عندنا راهم كتعرفوها راه غادي نديروها جميعا. عليها نجحنا. علا كنقول لك حنا انا ماشي غير متفائل. دابا باش نزيدوا ننجحوا اكثر خصنا نبقاو في الاستمراريه وفي المستدامه ديال هذا العمل اللي كنديروا، ديال الاوراش اللي كتحل اللي هي محلوله وخرون جداد اللي غادي تحلوا على الصعيد الافريقي مع الدول اللي هما كتعرفوهم كلهم. راه وصلنا حتى لافريقيا الشرقيه اللي ما كانش شي واحد كيفكر غادي نوصلوا لها. واش فهمتي؟ ايه والحمد لله راه الامور. دابا نعطيك واحد المثال. مثال وهو الانبوب ديال الغاز الطبيعي اللي هو مشروع هيكلي هيكلي كبير بزاف بين نيجيريا وبين المملكه المغربيه اللي غادي يجيب الخير من ناحيه ديال التنميه المحليه على عديد من الدول اللي غادي يدوز منها الانبوب. غادي يجي ما فيهاش هذه زعما لي روتومبي ايكونوميك كاينين، لي روتومبي سوسيال كاينين، لي روتومبي كولتوريل كاينين، ريليجيوس كاينين. ولكن اللي كيهم في هذا الشيء كله علاش غادي ينجح؟ على ود لي راسين كولتوريل ديالنا، على ود لي راسين بالعربيه الجذور، على ود الجذور الثقافيه اللي حنا متشاركين بها مع هاد الدول هادو. موضوع هذه الندوة الدولية التي تناولت موضوع التعاون جنوب جنوب، تم التأكيد على أن المغرب اختار التعاون جنوب جنوب كخيار استراتيجي، بناء أولا على التوجهات الملكية السامية، وبناء على أنه المبدأ الذي يحكم علاقة ما بين المغرب في اختياره الإفريقي والتي هي مبدأ رابح رابح. وبالتالي المغرب اختار أن يرجع أن يعود إلى عمق الأفريقي بقوة، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الدينية، ومن الناحية الدبلوماسية. فالمغرب دائما هي دولة سلام، دولة محبة للسلام، وتسعى إلى يعني محاربة كل الأشكال التي تؤدي إلى التفرقة، وبالتالي تشتيت يعني جهود التنمية داخل المنظومة الإفريقية. ولعل هذا الاختيار استراتيجي لأنبوب الغاز الذي يربط بين نيجيريا وأوروبا والذي سيمر عبر المغرب هو خيار استراتيجي أيضا يندرج ضمن تعزيز تعاون جنوب جنوب، وسيمكن وسيمر عبر أكثر من 13 دولة، وبالتالي سيشكل فرصة لتعزيز نوع من السيادة الطاقية لهذه البلدان، وأيضا ستكون علاقة رابحة حتى في علاقات التعاون جنوب جنوب في علاقته بالتعاون مع دول الشمال، وبالتالي ستكون فرصة أيضا لتعزيز الأمن، لأن الأمن يشكل أحد الرهانات الأساسية التي تعمل المملكة المغربية أيضا على تعزيزه داخل العمق الإفريقي، لأنه دائما المستثمر يحتاج إلى ضمان الأمن والأمان والاستقرار السياسي من أجل تعزيز أهداف التنمية المستدامة، والتي هي تسعى إلى محاربة كل أشكال الفقر والهشاشة، وبالتالي تقوية النموذج الاقتصادي الإفريقي داخل المنظومة الاقتصادية الدولية. مدير معهد الدراسات الجيو السياسية كيحضر معنا كذلك الأستاذ محمد الزهور باحث.